اي والله يا ابو محمد انا في سريلانكا. ايوه هذا مو حفيل؟ اي والله حفيل. من هو الحفيل؟ حفيل هذا عملنا سريلانكا اللي هرب قبل سنه. طيب خلينا نسلم عليه. لا لا وين انت من الصبح؟ والله هو الطريق زحمه بابا. والله زحمه، انا ايش دخل بالطريق زحمه؟ انا كلامي يجي بدري يعني يجي بدري. والله يجي بدري ولا ما يجي؟ والله بدري. والله على كلنا بريصرف بالطريق هذا ما في كويس. حفيل لا قالت هذا كفيل علي بابا سعودي زبكتي. اتتا محمد اكلمك بعدين اكلمك. اول يضرب الحين خلاص. هاي سعودي بابا زبدك الفين ثلاثة ألف ما في مشكلة. بسرعة بس انت بقى. أنا أبو يعرف وخلصنا الجوازات وحجزنا التذاكر. حلو باقي الفندق عند من؟ الحين طلعت جواز سدت مخالفاتك 20,000 صاد أجل ريحنا. طيب الفندق أموره جاهزة عندي. كفو طيب السواقة يا سواق صح والله إنها رايقة. ما نسيت لارج ولا ميديم؟ لا ما لقيت إلا ميديم خذها عاد امسك انت. ايش رايك يا شباب؟ من اختارك انت؟ مهله موسى جاهز؟ جاهز. ايش رايك شباب؟ يا ليل يا اخي انت بتروح معنا انت؟ لا خلاص رجعها يا اخي. يلا يلا بقى تعال شنطه. اسرع 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 يا عيال. ليل هذا وش يبي ذا؟ اسس اخوي قبل اسد لك مخالفات بس اضبط وضعك وانت من سهل عشان تسافر معهم السنه الجايه. السنه الجايه لا احلى الحين بنمشي باقي ساعتين على الطياره الحين. جابوا خلكم مع بعض مشكوا بدي بعض. بامان الله بامان الله بامان الله. على خير مستر موجود. يا هلا يا حبايبي انت الله يستر عليكم. اي نعم يا شيخ حياتي الزوجيه صارت كلها مشاكل ولا عدت استحمل. وش الحل؟ مالك الا التعدد. التعدد؟ ايوه التعدد. حمدي 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 وين رحت؟ لا لا معك يا شيخ معك وابغى اعدد خلاص. زوجتك إيه؟ عدد لها الطلعات عدد لها الهدايا عدد لها كلمات الحب والله بتسلك من الزوجات المطيعات. هذا التعدد اللي انت تبغاه يا شيخ؟ ايوه هذا التعدد. روح اعتذر لزوجتك احسن لك. اعتذر بعد؟ لا عدد لها الاعتذارات. تمن يا خوي تمن 400. اسلم لي يا خوي كفو. العب ايش روحك وين يا اخي تموت وتغشيم. يا ولد يا ولد علي الطلاق ما تفهم يا ولد. طلق ولا ما تطلق يا ولد؟ انا طلقت يا ولد. نم بالاستراحه يا رجال استهدي بالله وانزل لحالك. يا ابن الحلال انا طلقت مطلق على بلوت ترى لعبه رايك كذا؟ اي انزل وراك دوام انزل. هذا موضوع يا شيخ ولا ادري انا طلقتها وما طلقت. هو اني ابني الفتيه ما تؤخذ الا من اهلها من اهل العلم. ثانيا اذا ما قصدت الطلاق فعليك طعام 10 مساكين او عتق رقبه وصيام 3 ايام. الله يجزاك خير. الله يبارك في المال. ليلين؟ ما في لك ليلين طالب جامعي. يعني انت تنتظر مكافاه؟ معلش معلش يا اخوي استهدي بالله. تعال تعال ابشر بالخير تعال. لا تشيلها انا حاضر باللي تبي لا تهم لا تبكي لا تبكي. هيا شهر ونص ما اعطاني ولا ريال. شهر ونص من الله الله يعينك على هالجامعة. احطك فلفل؟ اي حط. اسمع خليك جاهز. ها اصور يلا حي. عرفنا؟ اي اعرف من بين الجامعة. ما سالفة كذا طالب ثاني خويي. تعال تعال مصور تعال مصور الله تعال 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 شهر 10 وبيفتحوا مدارس تعليم قياده. عاد والله شو زين. مشينا مشينا بنلقى مكان فاضي اركب. يلا يلا نزل نزل باقي الاغراض نزل. ايش رايك في هالمكان؟ لا والله ما شاء الله محل مبروك ما في احد. يا حلا يا حلا يلا.
يلا حي الله يعافيك. الدوري الموسم ذا واخلاق والطريق يا ولد الطريق عايله والطريق سلمنا يا ولد. والله بغيت تدعس لي والله وترى سلم بس الظاهر والله ما ادري راحوا هم. وش الحل الحين؟ الحين بروح استراح ولا عاد تدرك اشته سلم. انت اسمع اسمع يا ولدي انا بروح اصلي داخل السوق وانت رح صل مع الجماعه واللي صلى عزم على العشاء. اللي صلى بس ايه اللي صلى اللي ما صلى لا تعزم. السلام عليكم ورحمه الله. استغفر الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ايش قال الامام بالركعه الاولى؟ الله ما ادري. طب الركعه الثانيه؟ ما ادري والله. ايش قال الامام بالركعه الاولى؟ زلزله. والركعه الثانيه؟ ترى القارعه. ابوي يقول الله يحييك على العشاء. ايش قال الامام بالركعه الاولى؟ إيه غير فاتحه. ما ادري والله. والركعة الثانية والله هل... انت بشيء لا بشرط الله يسلمك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كان الامام بالركعه الاولى زلزله. والركعه الثانيه قارعه. ابوي يقول الله يحييك على العشاء. يلا حيهم يلا حي يا هلا والله يا هلا يا رجاء هلا ومرحبا. بس اثنين اي بنتكم اللي يصلوا باقي والله ما يعرفون. وش كان الامام لا الركعه الاولى ولا الركعه الثانيه وما عزمت ما عزمت هذول يستاهلون عزيمه. يا هلا يا هلا.